أربعة فرق الحياة، 11 مصابين حالتهم صعبة، و16 عربية بقوا صفيح وخردة ومش باين لهم ملامح عربيات خالص، وده بسبب السرعة الجنونية اللي سواق تريلا اللي دخل في عربية نقل تقيل قلبها كمان. وقع مأساوية مفاجأة على دائري أثارت فزع الناس لحظة وقوعها، سواء اللي شافوا الواقعة وربنا نجاهم أو اللي شافوا الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا. إيه اللي حصل وإيه حالة المصابين اللي أثبتته التحريات صادم مفاجأة عن مصير السائق؟ صحيوا من نومهم وطلعوا يجروا على أكل عيشهم، مصيرهم كان إنهم يفرقوا الحياة في لحظة. عيال اتيتموا واتحرموا من أبوهم، وزوجات بقت أرامل بسبب شخص ما عملش حساب لأي حاجة ولا حتى نفسه، ما عملش حساب الطريق ولا خد باله من سرعته واللي كان لازم يلتزم بيها على طريق زي الدائري اللي بالتأكيد حوادث كتير بتحصل عليه، والشخص ده مش الوحيد اللي يكون السبب في تدمير حياة العشرات. لكن الواقعة اللي حصلت النهاردة ومن ساعات وتحديدا الساعة 5 الفجر كانت صعبة جدا، وكمية الخسائر المادية والبشرية أحزنت كل الناس، ومش أهالي اللي رحلوا ولا المصابين بس اللي تأثروا بتفاصيل الواقعة. اللي حصل إن كان في تريلا ماشي على دائري المعادي وتحديدا عند منطقة البساتين اتجاه التجمع، كل اللي كانوا في الطريق لاحظوا إن في كثافة مرورية وزحام أكثر من العادي، واتضح إن في عربية مقلوبة. تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا بإنقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرملة الطريق الدائري دائرة البساتين، وعلى الفور اتنقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغة. مع الفحص اتضح إن الدركسيون اختل في إيد السواق بسبب سرعته الجنونية فما قدرش يتحكم فيها، وفي نفس الوقت ده كان في عربية تانية نقل مقطورة واصطدمت ب16 عربية، ودي خلاها تتقلب اللي فيها من حمولتها بالطريق وتوقفت حركة المرور بالطريق الدائري. الصدمة الكبيرة إن السواق عمل اللي عمله ده وفص ملح وداب، أيوه هرب، ولكن هيتم القبض عليه ورفع أثر الواقعة علشان ترجع الحركة المرورية لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق. طبعا نتيجة اللي عملوا سواق تريلا في ناس ملهاش ذنب في حاجة وكانوا ماشيين ملتزمين فرقوا الحياة، ووصل عددهم 4 ومنهم أخين كانوا مع بعض ورحلوا مع بعض، وفي 11 مصابين بين الحياة والموت. طبعا اتنقلوا للمستشفى وأمرت النيابة بتصريح الدفن اللي رحلوا، وتبين من مناظرة الجثامين وجود كسور ونزيف داخلي بالمخ كان السبب في رحيلهم. تم التحفظ على كل العربيات لحد ما يتم التحقيق مع أصحابها والاستماع لأقوال قائدي العربيات المتضررة. الحقيقة إن العربيات بقت صفيح وخردة، وكمان كان في ميكروباصات وفيها أعداد كبيرة أكيد، ومن ناس اتصابت. الناس في الصدمة من اللي شافوه في الصور والفيديوهات وحجم الواقعة الكارثية اللي أحزنتهم حزن كبير. كمان من رد فعل السواق اللي هرب وما تحملش مسؤولية اللي عمله ولا حتى كلف خاطره ينزل ويطمن على كل اللي اتضرروا بسببه، وجايز كان ممكن يكون واحد من اللي رحلوا، ولكن ربنا نجاه علشان ياخد جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة كمان. في النهاية ربنا يرحم اللي فرقوا الحياة ويشفي المصابين ويصبر قلوب أهاليهم. ادعوا لهم بالرحمة والشفاء العاجل. Oh.